طب ولاء، ايش تحبي تقولي في نهاية الحلقة؟ بس انه تحديد سن رشد، هذا اللي احنا نتأمله، انه تحديد سن رشد واحترام المرأة. شوفي المرأة وقت انك تحترمها وتعطيها الثقة، خلاص هذا كل شيء. يعني الثقة هي أساس كل حاجة، فأنا لما مثلا أتعامل مع المرأة على أساس الثقة ما راح تغلط، ما رح، يعني أنا قاعد أثق فيها، أنا عارف أنه هي مثلا خلاص ما تحتاج إلى موافقة ولي أمر،